فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين المعتصم بالله وروان. روان والمعتصم بالله. معلومات عامة، والسؤال هو ما هي أول مدينة عربية تم اختيارها في قائمة اليونسكو للحرف والفنون الشعبية عام 2005؟ مدينة مصرية. ده كان جزء من شبكة المدن المبدعة اللي تأسست عام 2004. اختاروها لتميزها بالحرف اليدوية والفنون الشعبية وصناعة الخرز والمفارش. ممكن تبقى ايه؟ الأقصر. الأقصر إجابة خاطئة. إجابتك أسوان. أرضك يا روان، هي فعلا أسوان. إجابة صحيحة. أرضك يا روان، 10 نقاط، 25 للسعودية، 30 مجمع الملك فهد. محمد وليد وزياد، زياد ووليد. رياضة، والسؤال هو من هو أكبر لاعب من حيث السن يسجل هدفاً في تاريخ اليورو حتى عام 2024؟ لوكا مودريتش. هو فعلاً كان عنده 38 سنة لما سجل. طب لوكا مودريتش سجل هدف في مين؟ في إيطاليا، بعد ما ضيع ضربة الجزاء، معدى ضربة الجزاء والهجمة طردت بالجول. إجابة صحيحة، برافو عليك. يورو 2024، لوكا مودريتش معجزة كروية، لعيب مش عادي. 10 نقاط، 40 مجمع الملك فهد، 25 السعدية. أحمد ويوسف، يوسف وأحمد. تكنولوجيا، والسؤال هو في أي دولة يقع المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا برودكوم؟ اتأسست 1961، متخصصة في إنشاء برامج البنية التحتية وأشباه الموصلات. القيمة التسويقية للشركة في النصف الأول من 2024 807 مليار دولار. رقم مش عادي. تبقى ايه؟ امريكا. طبعا اجابه صحيحه. طبعا في كاليفورنيا. مستني ايه يا احمد؟ مستنيين ايه بعد المعلومات دي كلها؟ 10 نقاط، 50 مجمع الملك فهد، 25 سعدية. محمد صلاح.